الأطباء عم تخلص عن سارة، خلينا نشوف وين سارت وآخر محطة ورشة ملح. الأول طبقة مثل ما شفتوا خلصناها وحطيتها بالبراد، بس بالوقت اللي بدي أحضر فيه الكريم عندي أنا جبنة بدي أخلطها مع سكر ناعم، سكر بودرة، نص كباية سكر بودرة، وراح أحط لهم ملعتين مي زهر. كتير مهم انه نوقف شوي هنو عم بنخلطوا ونرجع نجمعهم على بعض، لانه بيكون في قسم هيك يتجمع على الطرف ويمكن بالكعب سكر ما انخلطوا مزبوط. يلا بعد بدنا شوي. اوكي وهيدي تاني بارتي خلصت. بضل عنا نخفق الكريم فريش او الويبينج كريم ونضيفها لهيدي الجبنه لهي الخلطه. فوالا هذه الجبنه خلصت. اوكي هلا رح احط الويبينج كريم وارجع اجيب هاي لانه بعدنا بحاجه لها، انا مستعجله بركي. فوالا مثل ما قلت لكم هديك الجمعة نحن عم نحضر التيراميسو، انه بدنا ننتبه كثير منيح انه ما نخفق زيادة الويبينج كريم لانه بتفصل وبتصير على مي ما بتشد ابدا. بهيدا الوقت ما بعرف اذا بنلحق نعمل شيء، بس بدي اقول لكم انه لحتى نزين الوجه التشيز كيك بدنا شوية تمر مطحون خلطتهم مع فستق حلبي، قصيتهم أول شيء وخلطتهم مع عجينة التمر، رح نعمل منهم بولات. بعد شوي صغيرة اوكي هلا ما بدنا اياها. بدنا نخفق الجبنة مع الكريم، أكيد رح تشوفوا أو شفتوا الريسبي على الشاشة، تشيز كيك بالتمر بلا زبدة وبلا خبز بالفرن.
الكراست اللي حضرناها وحطيناها بالبراد ما أنا بحاجة أبدا لكتير براد، لأنه البراد رح يأسيها، مشان هيك وقتها بدكم تقدموها بالنهار، بدكم تقدموها شيلوها شوي قبل بوقت لحتى ترخى شوي، لأنه التمر بشد. رح روح جيبها ونكفي الستبس بقين. فوالا مثل ما شفتوا رح احط الحلو الاديشن الحلو بهيدا التشيز كيك عن جد هو المي زهر. صحيح حطينا ملعتين بس رح تشوفوا النكهه يلي رح يزيدها على التشيز كيك. بدنا نفرد الميلانج كله على الوجه، مثل ما قلت لكم رح ارجع زينه ببولات التمر مع فستق الحلبي. سوري هيدا بيروح على البراد. انا اوريدي محضرة واحد جاهز، شفتوا كيف هين انه نشيله. اوكي يلي رح اعمله، رح اعمل بولات بالتمر باحجام مختلفة، وقص شوكولا ورشه على الوجه مع شوية فستق بصير جاهز. فيكم تحطوا بدل الفستق الحلبي جوز او اي نوع هيك مكسرات بتحبوه، بس انا نقيت الفستق الحلبي لانه هيك بيزيد بيعطي لون كونتراست، الجوز شوي بيشبه التمر. اوكي رح احضرهم اول شيء على جنب وبعدين بصفصفهم. رح اعمل اصغر مثل ما قلت لكم كل الاحجام. إذا كانت أول ستيب تنحضر الباز شوي هيك تعمل ستريس، بعتقد هيدي لازم ترخي الأعصاب. نعمل وحدة كبيرة. أكيد يلي بيحبوا التمر رح يلاقوا هيدا تشيز كيك روعة، تمر من فوق تمر من تحت. وهيدي أول بول. هلا صار بارتي التزيين، بترجع لكل واحد منكم. أوبس ضيعنا بول. وهيدي غيدا. هاي غيدا. هذا تشيز كيك اليوم بالتمر، اليوم تشيز كيك مختلف. بالتمر عم بقول لهم بالتمر من فوق ومن تحت. ايه اللي بيحب التمر يعني هيدا بيلاقيه روعه. مزبوط بنعرف قديش التمر في اجماع عليه. ايه هيدي الشوكولا هيدي شو وضعها هون؟ هيدي هلا بدنا نقصها ونحطها على الوجه هيك تشوبت دارك شوكليت. عظيمه هيدي. بدك عطيني اياها على جنب لحالها. لكي في اثنين، في وحده جاهزه ووحده بتجهز خلص مع الوقت. تنقول انه هول هن البولات، لانه اكيد هون الباتي ديكوراسيون صارت ترجع لكل واحد. اكيد. ها فاذا العجينه فيها تمر
والديكور فوق في تمر. هلا بدنا نقص الشوكولا. يلا اذا عندكم سكين مثل هيدا كبير بيكون احسن واحسن. ايه اكيد. ما بدنا نتخنهم كثير. اها بنعبي الفراغات. عظيم عزوئك. عظيم. كنت عم بقول انه النكهه الطيبه اللي فيه مع انه حاطين ملعتين هي المي زهر اعطته هيك عن جد باين حلو عربي. تشيز كيك عربي وعربي ودائما المزهر عنده هيك نكهه خاصه. والانا غرام المزهر بنصيدا بعدين نحن معروفين بالمزهر. ايه منيح. فوالا هيدا بضل عنا نحط شوية فستق كمان فوالا طاروا الفستقات. اوكي كمان بدنا نقصقصهم شوي هيك بطريقة عشوائية. اوبس شو صار؟ بس مهم انه ما في ضرر بالشيز كيك. فوالا اوكي وهون الكوتلات اوريدي خلصوا من قبل. وهذا تشيز كيك خلص ريدي تو بي سيرف. يلا ها عظيم. فوالا عظيم على الغدا. بدك تنقلي بدك تنقلي لهون. يلا ها بدي احطه شوي ليبين. هلا بس بدي اقول انه الطبقة الكريم هي اعلى هي اكبر من هيك بس مغطاية على الطرف بالتشيز كيك. انا حاطة ورقة وقتها بدنا نحطه على البلا تبعنا التقديم هيك احيانا بنسحب الورقة من تحته. فوالا اوكي صار جاهز للاكل. وهول البلا تبعنا جربت اجمعهم شوي ببلا واحد الكوتلات مع صوص الكرز والكرز ثوم بروكولي وبطاطا بالفرن مشوية. عظيم. وهيدي هيك بيستاشيو اون ذا توب. ايه ما هيك شكرا كثير ساره يعطيكي الف عافيه ونرجع بنقول انعاد على كل على الجميع بهيدا العيد. ان شاء الله يا رب عليكي وعلى الجميع ان شاء الله يا رب تكون اعياد هيك فرحه. واكيد خلص هلا رجعت هلا مع الاعياد رجعت سفر الغداء هلا بتصير وخاصه جمعه العائله ان شاء الله دائما بتكون موجوده. عفوا شكرا كثير ساره بشوفك نحن بنرجع اسبوع اذا الله رد ان شاء الله بعالم الصباح بقيه نهار حلو بينعاد عليكم. باي باي باي. يلا